أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الفصل السادس: الأخبار عن الغيب. الوجه الثالث: من الإعجاز ما انطوى عليه من الأخبار من مغيبات وما لم يكن ولم يقع. فوجد كما ورد عن الوجه الذي أخبر كقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقوله تعالى: وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ما هنا بالكسر قلنا، لأن قال قبلها في أوله كقوله تعالى، صارت قوله قوله. نعم. وقوله تعالى: وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وقوله: ليظهره على الدين كله. وقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وقوله: إذا جاء نصر الله والفتح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لازمنا في فصل الإعجاز، ووقفنا عند الوجه الثالث بعد ذكر الوجه الأول الذي هو في الإيجاز والإنجاز، والوجه الثاني في الأسلوب، والآن الوجه الثالث من الإعجاز هو ما اشتمل عليه من طوى اشتمل عليه من الأخبار بالمغيبات، معنى الإخبار على الإعلام هنا بالمغيبات السابقة، ما حصل للأمم السابقة أخبر بها أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحيا، فجاءه الوحي، وخصوصا أنه سيأتينا كيف أنه سيسأل وما لم يكن وما لم يقع بعد، إذن السابقة والمستقبلية. فوجد يعني بعد ذلك وجد أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله تحقق، لذلك قال: كما ورد على الوجه الذي أخبر. ثم بدأ يضرب الأمثلة، الأمثلة على تلك الأخبار السابقة التي تحققت سابقة، أو أن المغيبات التي لم تكن وحصلت، لم تكن وحصلت، منها قوله سبحانه وتعالى: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين، إلى آخر الآيات: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، إلى آخر الآيات. فهنا أخبر حينما، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه سيدخل مكة: لتدخلن المسجد الحرام وإن شاء الله. هنا على التحقيق، الاستثناء هنا ليس على بابه، واضح؟ لذلك تذكروا قول شيخ الإسلام ابن تيمية حينما سألوه قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا. لماذا؟ لأن وعد الله نافذ، ووعد الله عز وجل فإنه سيقع: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. طبعا لا شك أنه على التحقيق تأكيدا. قال: آمنين، يعني معنى بدون قتال، آمنين بدون قتال، محلقين رؤوسكم ومقصرين. حصل هذا طبعا لتدخلن المسجد لأنه منعوا أول مرة، صلح الحديبية منعوا، فحج النبي صلى الله عليه وسلم من عام مقبل، سميت عفوا اعتمر، سميت عمرة القضاء، سميت عمرة القضاء. فأخبر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاءوا على إثر الرؤية،
إنه إيش الرؤية؟ إنه سيمنعون بعدها. مش هنا سيمنعون في الحديبية، هم قادمون إلى مكة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالمدينة لما رأى، لأن ذلك قبلها الآية لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلون. إذا صدق رسوله بمعنى أنه رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سيدخل مكة بغير قتال، فخرجوا حينها إلى مكة يريدون الحج. هناك منع عمرة، فحينها منع هي التي حصل فيها صلح الحديبية. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما قلت لنا أننا سندخل مكة هذا العام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقلت لك هذا العام؟ قال لا. قال فإن داخل، فإن لأن وعد الله داخلون داخل، لكن قد لا يكون هذه السنة، قد يكون السنة التي بعدها. ولذلك عمر بن الخطاب خشي، لأنه سأل أبا بكر قبل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عنها نفس الجواب الذي أجابه أبو بكر أجابه النبي. سبحان الله، أبو بكر الصديق سأله عمر قال: أما وعدنا بأننا سندخلها؟ قال: أقال لك هذا العام؟ قال لا. قال فإن الداخل، نفس الجواب، نفس الجواب أبو بكر الصديق رضي الله عنه. شاهد عندنا، فحينما حصل طبعا الحديبية سيأتي بعدها أن النبي صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل مكة من العام المقبل، وسيدخلها آمنا بدون قتال، سيفتحون له المجال، وكان يمكث فيها ثم يخرج على حسب الاتفاق الذي حصل بينه وبين كفار قريش. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى أنهم خافوا ببادية الأمر وأرسلوا أحدهم لما كان قادما، أرسلوا أحدهم يعني وفد رجل من قريش يتصدى الخبر، قال: ما عهدنا عليك أنك تنقض العهد، إن عهدنا على عدم القتال تنقض العهد. قال: نحن ما نقضنا العهد وما من شيمي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ماذا؟ فقالوا: ليس لنا لا رماح ولا سلاح إلا السيف في غمده، لأن هذا هو الاتفاق أن تدخلونها والسيوف في أغمادها، لأن عندما يكون القتال تكون السيوف مشهرة. قال: ما عهدنا عنك إلا ذلك. فرجع إلى قريش المخبر أنه إنما أرادوا العمرة فحسب، إنما أرادوا العمرة، واضح؟ هذا هو المقصود، أرادوا العمرة، واضح؟ طيب، إذن العام الذي كما قلنا بعده حج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، استمر على هذا الأمر إلى أن دخلها فاتحا صلوات ربي وسلامه عليه، ودخلها فاتحا بدون قتال. قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ثم قال مثل الذي بعده الذي سيضرب، قال: وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذه حصلت بين الروم وفارس، كان بينهما سيجان، وكان حينها فارس من الوثنيين والروم أهل كتاب، فكانت الغلبة لفارس على الروم. كفار قريش فرحوا لأن فارس غلبوا من أصحاب كتاب وأهل كتاب، فكانوا يقولون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنغلبكم كما غلبوا لو قاتلتمونا. ضمن منهم لا يعرفون الأخبار،
أنه رسول الله مؤيد من عند الله جل وعلا، وإنما النصر من عند الله. فماذا قال أبو بكر لما خرج؟ أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم ستنتصر على فارس، ولذلك قال سبحانه وتعالى كما في الآية: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. سبحان الله. فأبو بكر الصديق خرج، قابله أحد صناديد قريش فأخبره ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم ستنتصر على الفرس، فقال له: أقاسمك، يعني معناه تخاطروا. وكان طبعا حينها لم ينزل النهي بعد، فطبعا الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد. طبعا حصل كما قلنا أنه قال بالمخاطر، فتخاطروا على 10 من الإبل، قالوا من القلائس، نوع من الإبل 10 على أبي بكر و10 على ذاك الذي هو من صناديد قريش. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: على ما خاطرته؟ قال: على 20. قال: كم المدة؟ قال: على 6 سنين. قال: زد في المخاطرة وزد في المدة. سأله قال: لما؟ قال: أيهما البضع عندكم في بضع سنين؟ قال: ما بين 3 دون 10، لأن هذا هو البضع، 3 دون 10. فقال له: زد. فخرج أبو بكر الصديق إلى هذا فقال له: 100. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 100 على 9 سنين. فكانت الغلبة للروم على الفرس في 7 سنين، في 7 سنين.
طبعا لذلك غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني الأمر من قبل الفتح أو النصر ومن بعد النصر. نعم. قال هنا وقوله ليظهره على الدين كله، معناه الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هنا طبعا قال ليظهره، طبعا يريد الإظهار. حصل ذلك لا شك أنه حصلت الغلبة لدين الله جل وعلا فظهر في الأرض، وكانت الغلبة لدين الله مشارقه ومغاربه. وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآيات. طبعا هو ذكر هنا الاستخلاف وحصر، ذلك ما من أرض وما من شبر وما بقعة إلا مكن الله عز وجل للمؤمنين فيها ودانوا لهم أو دانت لهم مشارق الأرض و مغاربها، لذلك لا يستخلفون. لكنهم وعد الله الذين آمنوا، طيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، لذلك تمسك بالكتاب والسنة لك النصر. ففي واحد زائد واحد يساوي معادلة واضحة بينة وضوح الشمس في رابعة النهار. تترك الكتاب تبتعد عنه تأتيك المصائب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تتمسك بالكتاب والسنة اعرف أن لك الغلبة والنصر والتمكين والحياة والرغد في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وعد الله، ووعد الله نافي. ولذلك إنما هي السنن، ليس بين الله وبين خلقه نسبا، هي سنن تتبع السنن النتيجة، تخالف السنن النتيجة عكسية فقط. وكل من جئت أمر واضح بين. نعم. قال هنا وقوله إذا جاء نصر الله والفتح، وقد جاء وفتحت مكة ونصر الله المؤمنين إلى آخرها. نعم إلى آخرها. فكان جميع هذا كما قال، فغلبت الروم الفرس في بضع سنين، ودخل الناس في الإسلام أفواجا، فما مات صلى الله عليه وسلم وفي بلاد العرب كلها موضعا لم يدخله الإسلام، واستخلف الله المؤمنين في الأرض ومكن فيها دينهم وملكهم إياها من أقصى المشارق إلى أقصى المغارب، كما قال صلى الله عليه وسلم زويت للأرض نعم فأريت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. ما زوي لي منها نفسه مبني للمجهول. زويت لي الأرض، طبعا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمعت له الأرض، فرأها النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية، زويت لي مشارق الأرض ومغاربها. وفي الرواية الأخرى زوى الله لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ طبعا ملك أمتي ما زوي لي منها، ما زوي أي ما جمع لي منها. ولذلك ما قلنا ملكوا مشارق الأرض والفتوحات الإسلامية عمت بقاع ماذا الأرض. نسأل الله العفو والعافية والسلام. بمجرد بدأوا الخروج وعدم التزام بالكتاب والسنة كانت الهزيمة والقهقرة والذل الذي نعيش فيه. الخلاصة
الذل الذي نعيش فيه. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني معنى أن الله سبحانه وتعالى حفظ الذكر من التحريف سواء بالنقص أو بالزيادة. وهذا ما كان، جمع من جمع وأراد من أراد، وما استطاعوا أن يغيروا أو يبدلوا إلا وانكشف أمرهم في أول وهلة، في أول وهلة. نعم. قال فكان كذلك لا يكاد يعد من سعى في تغييره وتبديل محكمه من الملحدة والمعطلة، ولا سيما القرامطة. نعم، ملحدة يقصد بهم هما الحلولية والاتحادية ومن كان على شاكلته، ويقصد هنا بالمعطلة الذين طبعا مذهبهم أو القائلون بتعطيل الكون من المكون، عدوا يسمون المعطلة. ولا سيما القرامطة، مصيبة في تاريخ الأمة الإسلامية، هؤلاء القرامطة الذين يتبعون طبعا حمدان القرمطي أو القرمطي أو القرمطي، هذا طبعا حركة باطنية، هي حركة باطنية تعتمد على السياسة السرية والتجنيد، وطبعا ظاهرها التشيع، كان ظاهرها التشيع، ما أتانا من هؤلاء الرافضة إلا الويلات، نسأل الله العفو والعافية والسلام. فظاهرها التشيع وحقيقتها في الحقيقة الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق ومحاولة القضاء على الدولة الإسلامية. انتبه، ما قالوا عن الإسلام، ما استطاعوا. ايش كيقول لك؟ كيقول لك دائما الذي يتحدث عن القضاء انما يتحدث عن القضاء عن الدولة الإسلامية لا عن الإسلام، لأن يعلمون علم اليقين لن يستطيعوا القضاء على الإسلام. محفوظ له رب والله متم نوره، والله متم نوره ولو كره. انتهى. نقطة، اعتقاد جازم لا شك فيه ولا ارتياب أبدا، لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. نعم. فأجمعوا كيدهم وحولهم وقوتهم اليوم نيفا على 500 عام، فما قدروا على إخفاء شيء من نوره ولا تغيير كلمة من كلامه. طبعا 500 سنة يتكلم عن عمر المصنف قاضي عياض رحمة الله عليه، الآن 1400 سنة، 1400 وقربنا على 50، وما استطاعوا لذلك سبيلا، ولو كان بعضهم لبعض ولو اجتمع ما في الكون كله، ما استطاعوا لا التبديل ولا التغيير، حتى وإن رأيتم أن بعض الناس الذين هم متمسلمون، مش مسلمين، متمسلمون من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يدعي الإسلام والإسلام براء منه، صورة من المسلمين ما ناشئ، حاول التشكيك والطعن واللف والدوران، تربى في حضن الكفرة، غدوه، وخصوصا الوسائل للتواصل الاجتماعي على الشباب أن يحضر، يعني يحضر، لأنهم إنما يريدون محاربة هذا الدين، بل يحاولون بجميع الطرق والسبل، هو صراحة لذلك يريدون يتخطفوا، لكن الذي عنده عقيدة راسخة ثابتة هذا لن يتزحزح، أمر واضح عنده، ولذلك لا بد أن يكون الإنسان على
على علم. انت شو يعني؟ انا مسلم. مسلم باش قلنا بالامس. لا لا، قلنا الاسلام الاربع. الاسلام خصو ها مش نقول اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله. شنو نشهدوا؟ شنو نشهدوا؟ شنو لا اله الا الله؟ شنو محمد رسول الله؟ ها معناها، شروطها، شنو العلم؟ فاعلم لان الله سبحانه وتعالى امرك ان تعبده، وان تعبده كما اراد، مش كيف يجي انت كتسمش عباده. ان تعبده اش كما اش قال الله سبحانه وتعالى؟ واستقم ماشي كيف يجي انت كما امرت. شتي كما امرت هذه الاستقامه. وكيفاش بغيتي انت تعبد الله سبحانه وتعالى او تستقيم كما امرت؟ باش الا عن طريق واحد. شكون هو؟ رسول الله. وباش نعرف على ما كان عليه رسول الله باش انتم جاوبون علم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه ولا نصبك للخلاف سفاهتان بين الرسول وبين رأي فقيه. لا شيء قال الله ذو العلم، قال رسوله، قال الصحابة، قرون مفضلة، خير الناس حديث رسول الله، خير الناس قرني، ثم الذين يلون، ثم الذين يلون، هم اللي فيهم الأئمة، ثلاثة ذي القرون. إذا المعنى هذا الحق باش نتعرفوا. ويجي واحد لقاك اش كما يقول الشاعر عرفت هواها قبل ان اعرف الهوى فصادب قلبا خاويا فتمكن. عوده شي معنى انا نعرفك. عرفت هواها يعني حبها قبل ان اعرف الهوى، ما عرفش له معنى الحب. قال لك فصادف قلبا خاويا فتمكن. هذيك هي الضلاله. حيت منين تجي الضلاله وانت اش قلبك خاوي ما عرفش الحق، غتلقاه غتلصق فيه، غتصحبو انت هو الحق بل وتنافح عنه وتقاتل في سبيله وتعادي عليه وانت على الباطل. فهمتي؟ عن باطل طامه كبرى. هذا ولكن حصلوا. شوف الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم حال ودنيك افلا يتدبرون القران انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اسمع مزيان، داعيا الى الله. قال اهل التفسير فمن دعا إلى غير الله أشرك، ومن دعا إلى الله بغير إذنه، لأن قال الله عز وجل لنبيه داعيا إلى الله بإذنه. فمن دعا إلى الله لكن بغير إذنه كان مبتدعا. سمعتها؟ مبتدعا. قال وكل مبتدع إلا وله ارتباط بالشرك، ولا يوجد مبتدع إلا هو مشرك من وجهين. الله الله الله، كي نديروا لها هذه؟ كي نديروا لها؟ منين جبتوها؟ أسماء. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قالوا يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا، ما خدناهمش أربابا. قال أما أحل لكم الحرام فحللتموه؟ قالوا بلى. قال أما حرموا لكم الحلال فحرمتموه؟ قالوا بلى. قال تلك عبادتهم. أسمع لي غادي اش نديروا ليها؟ والمجتمع هو هذا، والواقع هو هذا، كي غنديروا؟ ها
وسمي السمية ولف من هنا ودور من هنا وزوق من هنا أسيد. الحرام حرام والحلال اش حلال. الله واخا تزوق والله واخا دير معاه حتى اش دير كيبقى اش حرام. قال لك الخمر شنو؟ مشروبات روحية. مشروبات اش روحية. الخمر مشروبات روح. ايوا واخا تقول لي مشروبات ديال الزهر ولا واخا تقول مشروبات ديال السفرجل كيبقى هاك الزينة علاقة رضائية. يا سلام اوفي لكم ولما تعبدون من دون الله. شنو هي؟ علاقة رضائية. ياكس الزنا علاقة رضائية. لا حول ولا قوة. إوا رد الله علاقة رضائية ولا دير اللي بغيتي كتسمى إيه؟ كل جماع يحصل خارج إطاره الشرعي فهو زنا. وسميه اللي بغيتي. ود الأول اللي ما تنام. اسمع إيش قال الله سبحانه وتعالى. اسمع. ماشي كلامي. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. عرفتي علاش قال الله سبحانه في هذه الآية للسبب ديالها؟ حيت خادوا مناش من المنان منات ومن العزيز العزى ومن الله اللات. قال إن هي إلا أسماء. أجنب غديركم مشروعية زعما تعبدوها من دون الله. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباء ما أنزل الله بها آب من سلطان. وكذلك أي مسألة هنا هي حرام حلال تلونها تبدلها تغيرها. إن هي إلا أسماء سميت راه لن تخرج عن حقيقتها أنها آش محرمة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودونك خرط القتات. انتهينا زيد. فما قدروا على إخفاء شيء من نوره ولا تغيير كلمة من كلامه ولا تشكيك المسلمين في حرف من حروفه والحمد لله. ومنه قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر. طبعا من إعجازه في أخبار الغيب أيضا التي هي من مستقبل الزمان سيهزم الجمع ويولون الدبر. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كنت أقرأها ولا أعلم واش معناها. إيش المعنى؟ متى ستكون؟ كيف أنه سيهزم الجمع ويولون الدبر؟ متى؟ قالك حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يقرأ سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال فعرفت آش معناها مستقبلية سيهزم الجمع. فجمعهم الله عز وجل وهزمهم شر آش هزيمة. وكان النصر للمسلمين وقتل فيها أغلب صناديد آش قريش. وما النصر إلا من عند الله. زيد. وقوله تعالى وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصرهم عليهم ويشفي صدوره هم المؤمنين. هذه قال يا شيخ قالوا لنا في خزاعة ولو النبي صلى الله عليه وسلم هو أسلموا فكانوا يا لقوا أداية وأي ما أداية. الله سبحانه وتعالى قال لهم سيأتي النصر ويخزي الأعداء ويشفي صدور قوم مؤمنين. وقوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى. هذه مرت معنا. وقوله لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم. يولون الأدبار ثم لا ينصر. واضح. علاش؟ لن يضروكم إلا أذى. شنو الأذى؟ السب والشتم والطعن في الدين ولا بعيد. لكن واش يقاتلوكم وإن يقاتلوكم واش يدير؟ يولوا. علاش؟ لأنه منيك قاتل المؤمن الكافر آش
الكافر اصلا هو كيقاتل وباغي الحياه، والمسلم كيقاتل هو باغي اش باغي الشهاده، فهمتي ليه؟ عارف انه اش. ولذلك شوف لما جاء احد الصحابه ودخل على اش ملك الروم اظن، ها فلاش حاول هزه بوحدو رسول زعما غير سعد، شوف 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 التباهي. قال لقد جئتك من عند قوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة. زعما شنو اصحاب غاد خلاء ولا تقول كطراء ولا تبنى الخلاء، قضية الخوف والخلعة ممزوحة من القاموس. علاش؟ لأنهم هما حارصين على اش؟ يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة. واش فرق ولا ماشي فرق؟ فرق شاسع على من يحرص على الموت ومن يحرص على اش؟ الحياة. لكن انتبه رب ضوابطها. مشيت تنفخ لك راسك وتمشي تمشي لمين وتبرك تفرقع ودير كذا وتخربيق. عرفتي دين ما عرفتي والو، حنا كنتكلموا على كافر والكفار محاربون، كاين حرب قائمة. من تكون حرب قائمة غيزوم بإذن الله. كاين اتفاقيات وكاين كذا، هذه مسائل شرعية، حبز الأرض وجلسنا فيها معاهدة وفيها ائتمان وفيها كذا. يتولى أمرها من؟ الخليفة الأمير أمير المؤمنين تولى أمرها الذي سيسأل عنها. علاه؟ لأن ما يمكنش شرطوه ماشي جهاد راهي الناس مساكن. جهاد راه لا يقام الا من شروطه، من اعلى شروطه الجهاد لا يقوم الا تحت اش؟ تحت ولي الاش للمسلمين. كيفاش تجي انت ودير لي رايه وتهز هذا وتقول لي يلا راه بينا نجاهدوا؟ انت فين جاهد؟ انت الجهاد لا جهاد له اش؟ لقد فصلنا القول حين اش في رياض الصالحين وذكرنا شروط اش؟ قضية الجهاد متى يكون ضوابطه؟ انا ماشي لقيتها ومشيت تنفخ راسك وتحكم على المسلمين بالكفر تقول لهم اش يجوز قتلهم وسبيهم، ولا حول ولا قوة الا بالله. شد المصيبة هذا، شد المصيبة. راه كل نفس ازهقتها إلا تقف بين يدي الله عز أول ما يسأل عنه الدماء. حديث رسول الله لي الأولى. ولذلك خصك تقابل الله عز وجل وليس عليك تبعة لأحد. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء ولم يسفك دما معناه شنو؟ لازال في فسحة من دينه. ماشي كلام هذا، كلام من رسول الله. باقي فسحة اش؟ من دينه. إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. لكن من يجي وأنت في الرقبة ديالك اش؟ الدماء. لا إله إلا الله تسببتي. لو واخا ماشي الدماء، ماشي مباشر. سينيتي. سمعتي؟ سينيتي. قررتي. شرتي. حرضتي. دفعتي. درتي كل هذا دخلاش فهمتم سواء. لأن القتل فيه اش؟ المباشر كغير المباشر. لذلك ايش قال عمر؟ والله لو اش تواطأت اهل اليمن على قتله لاش؟ لاخذت منهم القصاصة. شوف تواطؤوا. حيت المسألة ماشي سهلة، دي دماء. فانتبه. شاهد عندنا فقط هذا هو المقصود. نعم. إذا قال شو أن يقاتلوكم يولون الأدبار. علاش؟ لأنها النصر من الله ينزل ملائكة تقاتل مع المؤمنين. شوية. تبغى تصير 20 صابر كم يغلبوا؟ 200 والله يا ودي 20 200 شحال ولاو تما؟
ها؟ اه كل واحد يقاتل عشرة، واحد يقاتل عشرة. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ضعفا وضعفا، إذا مشان ولا تاش عشرون يغربون يعني كيما جوج يعني معناه كل واحد يقاتل اثنان. شوف التخفيف ديال الله عز وجل، نزل الملائكة من السماء تقاتل واحد كافي، لكنه الله سبحانه وتعالى عرف الضعف عند الإنسان ويحتاج إلى إلى كثرة، ودائما كيشوف الغلبة. ما عرفش بأنه ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. الله المستعان، فين الكثرة؟ ما بقاش المعنى، لا لا النصر من عند الله ماشي بالكثرة. واضح؟ طيب، يولون الأدبار، سمي الأدبار لأنه يعطي بظهره بدبره مؤخرته يمشي هاربا، يولون الأدبار ثم لا ينصرون. فكان كل ذلك وما فيه من كشف أسرار المنافقين واليهود ومقالهم وكذبهم. نعم، نقف هنا إن شاء الله تعالى للحصة القادمة، جعلنا وإياكم من الذين استمعوا القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله ولكم من الألباب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. طبعا انتبه، لازلنا مستمرين في الشتاء إن شاء الله.